كل التلفزيون داخل كله. يا ابني الكاميرات شيء، التلفزيون القنوات المصرية. بس شغال مباشر جوه. يا ابني لا احنا على الارض. خشوا على الارض جوه. العيال بتكسر لهم الكاميرات عشان كده خابتين دي. طيب انا عايز اقول حاجة، احنا ما بنشمتش في الموت ولا بنفرح لموت اي حد من الشعب المصري، سواء اللي مات هنا في محمد محمود او اللي مات النهاردة او اسلام اللي مات من الاخوان المسلمين في الاحداث الاخيرة، كل ده بيتحمل مسؤوليته السياسية الدكتور محمد مرسي. كل ده اللي بيتحمل مسؤوليته السياسية في مصر دكتور مرسي. عشان تتعرف في مصير شعبك، شعب البلد بقاله 60 سنة حرية.